يعلم غلالي بالعالي غالي 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 نصرخ يا وطننا غالي تحت جناحه أنا بتفيا أنا سوري أغياني يالي. بقوة صوته استطاع أن يبث روح الحماس داخلنا، فغنى الوطن وتغنى بخصال القوة الموجودة داخلنا. هو الفنان عبد الرحمن الأرشي الذي ولد في 7 أيلول من عام 1934، قدم أعمالا هامة في السينما والتلفزيون، كما أنه من الأعضاء المؤسسين لنقابة الفنانين السوريين، وكان آخر أعماله الفنية الغربال. أيوة، معناتها بيت الأشلان ما لهم علاقة بالقصة. هذا اللي لمسته أخي أبو سالم. والله وأنا كمان هيك كان قلبي حاسسني. لكان مين يا زعيم؟ اللي بوس إيدك فهمني مين؟ لا تأكل هم، أنا رح أتصرف. اللي شلون وكيف يا أبو سالم؟ كل شيء بوقته حلو، كل شيء بوقته حلو. في السينما حديث آخر لشخصيات خلدت على صفحات الذاكرة، فمن فيلم الثعلب عام 1971 إلى المخدوعون، المطلوب رجل واحد، العار، وغيرها من الأعمال. كانت له بصمته الخاصة في عالم الأغنية الوطنية، حيث قدم أوبيرات الضمير العربي وأعمالا شعرية تغنى فيها بالشام والمقاومة. والساعد يشبك الساعد، ترجع سوريا منارة، والحب يضوي كل حارة، ويرجع هالمجد يتسطر، وكل شي يتدمر بده يعمر، بده يعمر، بده يعمر. مسيرة طويلة انتهت في 12 نيسان من عام 2014.